الغامري الدور دور المركز الثالث ظن منصور بن عبد الله الكعبي، وننتقل إلى المركز الرابع الشايبة الشايبة الشايبة، خالد بن سعيد بن يحيى يقدم لنا الشايبة في هذا الشوط وهي قادمة من ميدان الجزيرة للمشاركة في هذا الشوط. المركز الخامس اسعفه لمحمد بن راشد بن سلامة الهاجري. هذه النتيجة يا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، ونعود إلى مقدمة الشوط وإلى عروبة التي ترقص على مقدمة الشوط وأيضا تؤدي أداء ممتاز وأداء رائع في هذا الشوط. هذه عروبة وهذا هو شعار حمد بن جار الله بن حسين البريدي. المركز الثاني ظن منصور بن عبد الله الكعبي، الشعار المميز والمبدع أيضا مع عروبة ومع منصور بن عبد الله الكعبي. أتمنى لك التوفيق ولإخوانك المشاركين. الدور دور المركز الثالث وفا المسلم بالرملي بن محمد العامري، ورابع المراكز تصل وتتقدم الشايبة لخالد بن سعيد بن يحيى المري. الدور دور المركز الخامس هنا اسعفه لمحمد بن راشد بن سلام الهاجري، ومتابعة حمد بن سلام الهاجري وأيضا علي بن سالم المالكي لها في التضمير. هذه النتيجة يا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، وعروبة صعبة من خلال هذا الانطلاق في هذا الشوط، صعبة صعبة جدا هذه المشاركة من خلال هذا التقدم. المركز الثاني هنا ظن منصور بن عبد الله الكعبي، يا سلام يا ابو عبد الله، يقدم لنا ظن في هذا الشوط. المركز الثالث هنا وفاء المسلم بالرملي بن محمد العامري. المركز الرابع الشايبة خالد بن سعيد بن يحيى. المركز الخامس هنا شعار محمد بن راشد بن سلام الهاجري على ظهر سعفة. الله يا سلام، ما زالت عروبة سيدة الموقف متابعينا الأعزاء، حمد بن جار الله بن حسين البريدي. المركز الثاني اللي تتقدم هنا ظن وتعود ملكيتها منصور بن عبد الله الكعبي، ولها العديد والعديد من المراكز المتقدمة في هذا الموسم التي تنطلق على المركز الثاني ظن منصور بن عبد الله الكعبي، ولكن التسلل من وفا تعود ملكيتها لمسلم بن رملي بن محمد العامري على المركز الثاني. المركز الثالث ظن منصور بن عبد الله الكعبي. المركز الثالث يصل شعار بن يحيى الشايبة لخالد بن سعيد بن يحيى على المركز الرابع. المركز الخامس هنا اسعفه لمحمد بن راشد بن سلامة الهاجري، و1200 متر يا متابعين، وخبرتكم بأن عروبة صعبة في هذا الشوط. أنا أطلقت وذكرت بأن هذه المشاركة صعب اللي حق بها في هذا الشوط، ولكن لا تدري يا حمد بن جار الله، ربما يستجد جديد، وهذا ما أشاهده بالعين. أشاهد الشعارات القادمة. الله، أول المنطلقات وفاء مسلم بالرمل العامري. المركز الثالث ظن منصور بن عبد الله الكعبي، وتتقدم هنا الشايبة لخالد بن سعيد بن يحيى، ترفع راية التهديد، وعادت ظن تتحرك ظن وتنتقل من المركز الثالث إلى المركز الثاني، وعروبة وأيضا دم الأصالة يجري في عروقها. العروبة الأصيلة تجري في عروق هذه الأصيلة المنطلقة على المركز الأول، ولكن شعار خالد بن سعيد بن يحيى قادم على المركز الثاني. الشايبة وخالد بن سعيد بن يحيى، وأيضا اسعفه ومحمد بن راشد بن سلام الهاجري. يا سلام، شوف الاختراق يا بو الجذابة لسالم بن علي بن فراج بن فراج. والنقطة الثانية انطلاق صاروخي وعرض رائع وممتاز. يا سلام، محسن بن فراج يتابعها ويضمر هذه المنطلقة. الجذابة وسلالة الجذاب وماركة الجذاب، واسعفة قادمة، وظن ولكن الجذابة مشاهدينا الأعزاء، الجذابة تختطف ناموس الشوط. تهانينا على الفوز بالنقطة الثانية في هذا اليوم لابن فراج. المركز الثاني ظن منصور بن عبد الله الكعبي. المركز الثالث اسعفه لمحمد بن راشد بن سلام الهاجري. المركز الرابع عروبة لحمد بن جار الله بن حسين البريدي. المركز الخامس الذيبة لمحمد بن راشد بن ذلاب الهاجري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، وابن فراج اليوم يتميز
ويبدع من خلال الفوز بشوطين في هذه الفترة الصباحية. هذا هو الشوط الثاني. التوقيت الزمني الجذابة توقيتها 7 دقائق 44 ثانية 88 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لمالك الجذابة سالم بن علي بن فراج، والتهاني موصولة لعلي بن مبارك بن فراج المري ولمضمر ومتابع عروبة في أو الجذابة في هذا اليوم محسن بن فراج المري. المركز الثاني كان الوصول من ظن اللي ما قصرت في هذا الشوط أبدا، 7 دقائق 45 ثانية 80 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لمالك ظن منصور بن عبد الله الكعبي. المركز الثالث اسعفه وتوقيته 7 دقائق 45 ثانية 96 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لمالك اسعفه محمد.